موجة جديدة من الغارات على مقر داعش في سوريا، وعدد الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد المتطرفين يتزايد. ثلاث دول أوروبية جديدة انضمت إلى العملية العسكرية من أجل ضرب تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وهي بريطانيا ودنمارك وبلجيكا. ومن شأن اتساع الائتلاف تكثيف الغارات على مواقع داعش وتنفيذ مهمات استراتيجية لشل حركة التنظيم وضرب موارده الأساسية مثل الاتصالات والنفط. في الأثناء واجه التحالف الدولي للمرة الأولى ضربات جوية لمواقع تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة حمص وسط سوريا وفق المرصد السوري، بالإضافة إلى استهداف الغارات الجوية الأمريكية مقرا للمتطرفين في ريف حلب، كما سجل مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية في غارة استهدفته فيما كان يتنقل على متن دراجة نارية برفقة رجل آخر في محافظة دير الزور شرق سوريا. في موازاة ذلك تواصل الولايات المتحدة مساعيها السياسية والدبلوماسية لمواكبة الحرب ضد داعش، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن الحرب ضد التنظيم المتطرف لا تساهم في بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم، لأنه يشكل في الواقع العامل الذي اجتذب مقاتلين أجانب من عشرات البلدان إلى سوريا للقتال مع داعش. إيران تدخل مجددا معركة قتال داعش متوعدة بمهاجمة مسلحي التنظيم المتطرف إذا اقتربوا من حدودها. وفي مسألة ضبط عودة المسلحين الأجانب إلى بلادهم، اعتقل شاب في مطار نيس في فرنسا آتيا من تركيا بعد عودته من مناطق القتال في العراق أو سوريا.